القرب ما عندناش الاراضي فين نبنيو تيرات القرب. النص ديال الاراضي اللي عندنا حنا هنا داهم بغابة، والنص الباقي داه المناجم، بقى عندنا الارض فين نديرو تيران. البلاصه اللي عندنا الوحيده اللي هي اللي كتشوفها راه هي هادي. جمعنا فلوس، تقاتلنا، درنا بزاف ديال المسائل باش نجمعو الفلوس باش بنينا التيران. دابا باش نقول لك تقريبا الميزانيه اللي تقنت بها ما نقدرش نقول لك شحال. المهم لا اللي طاح في نسمع كاين حتى 20 مليون واقيله باش بنينا باش صوبنا التيران، وكلها تجمعات من اموال ديال الدراري والاخوه اللي كل واحد باش ساهم. يعني ماشي شي واحد اللي جا، ماشي شي وزاره ولا شي واحد اللي جا عاوننا في التيران، ما كاينش. كلشي هادشي بمجهودات ديال الدراري باش تصلح التيران. الترخيص دابا عاد غايجيو يقول لنا الترخيص ديال التيران، خصهم اول حاجه يجيو بعدا يعطيونا المتنفس فين غنديروا، عاد ديك الساعه يسولونا على الترخيص. الترخيص ما عندناش ترخيص ديال وزاره ديال الصحه ديالنا، حنا ما عندناش ترخيص ديال الصحه ديالنا، حنا هي الاولى. على دابا بالك عندنا ترخيص، راه الناس اللي مفقودين هنا راه السبعه اللي جبنا فرق فاش نقول في توقيت قياسي، ماشي زعما كلشي بمجهودات ديال الدراري والناس اللي كانوا حاضرين كيتفرجوا. قدام انا مفقود راه مده هذه 3 ايام هذه 4 ايام هنا كنقلبوا عليه، راه مازال ما جبدوش. و اش نقول لك، العائله ديالو دابا راه مشطونه ومحروقه من جهته، لا اله الا الله وصافي. وبالنسبه قلت لي التيار راه خص الوزاره ولا شي حاجه تشوف دير معنا شي حل، ديرنا المتنفس ديالنا. راه كيجيو الدراري كيجيو غير نهار العيد، كيجيو كيريحوا سيمانه، خصهم يقضوا وينشطوا وخصهم حقوقهم هادير، ماشي كيطلبوا شي حاجه اللي هي ماشي حقوقهم. وماشي غير الدراري، راه كاين حتى الدراري الصغار اللي كيكونوا هنا خصهم فين يتنزلوا، راه خصهم ديروا لهم شي مسائل اللي توانسهم في وقت الفراغ ديالهم. ماشي غير يجيو مثلا عندهم الفراغ يجيو للواد هنا يبداو نبشوف الواد، يجي عاوتاني الواد تنقاد نفس الديكورات هنا وقع. وكنطلب من المسؤولين يديروا شي حل ان شاء الله الرحمن الرحيم. احنا محتاجين ملاعب القرب. انت كيف كتشوف الملعب دابا مقاش صالح للعب؟ احنا محتاجين ملاعب القرب هنا، مثلا في الصيف اللي كيجيو الدراري هنا محتاجين ملاعب، خاص يدخلوا المسؤولين باش يديروا لنا شي ملعب فين يلعبوا الدراري هنا. انت كتشوف الحاله كي الواد دا كلشي، يعني حنا ما عندنا فين نلعبوا، ما كاينش فين ديروا من غير هذه البلاصه، فهمتي؟ هنا هذه البلاصه بحال متنفس، فهمتي؟ البلايص اخرين ما كاينش امكانيه باش ديروا، ما كاينش امكانيه باش دير. هنا هو المتنفس الوحيد فين دير شي حاجه. ايوا حنا اللي كنطالبوا منهم بعدا ما شافوا هذا الشيء اللي وقع، كنطالبوا منهم يديروا لنا تيران فين يلعبوا الدراري الا جاو مثلا، وتعاونوا مع الشباب ديال المنطقه، حيت ما دابا في هذه الفاجعه هذه ما شوفوا لنا شي حل وصافي. اخويا شنو نقول لك، بالنسبه لهذا التيرانات ديال التيران ديال القرب، راه ما كايناش في بلاصه فين تبني بلا هاد البلاصه هادي. هاد البلاصه هي الوحيده، فهمتي؟ هاد البلاصه هي الوحيده فين 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 كتبنى التيران هادي، كاينينش بلايص اخرين. وحنا كنتمناو اخويا التدخل بنيو لنا التيران، حيت الكره هي المتنفس الوحيد. الدراري كيجيو على قبل الكره باش يلعبوا، باش كيجيو مره واحده في العام على قبل هاد الكره هادي. وانت كتشوف التيران راه ما بقاش، التيران راه بقى راه مات.